السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. رجعنا لكم من قناتكم حرف تحفة بفيديو تاني جديد، وعاملين برضو مكملين سلسلة النشاط المدرسي معاكم. هتلاقوا كل اللي احنا عملناه فيديوهات للنشاط المدرسي في قائمة التشغيل باسم نشاط مدرسي. هنا كده عاملين بطاقات للمدرسة للتلاميذ، البطاقات دي بيتكتب فيها اي حاجة، يعني للعربي للحساب للانجليزي زي ما انت عاوزه، بس هي بس الميزه في الفكر. هنيجي هنا كده وهنبدا فكرتنا. هنجيب هنا كده دوت نص فخ لوح، هبتدي كده ان انا اجيبه. هو كده الفخ، نص الفخ على بعضه، هتنيه بالشكل دوت على بعض اتنين بنفس الطريقه كده، وبعد كده هتني الاتنين كمان مره، يبقى كده معانا 4 طبقات فوق بعض كده عشان يكون اسهل لك طبعا في القص وفي الشغل، يبقى على طول مره واحده مكان ما تقعدي تعملي كل واحده لوحدها. وهجيب هنا كده اي دايره مدوره عندي بالشكل دوت كده طبعا ما انت عاوزه، وهجيب دايره تانية تكون اصغر، وهبتدي كده ان انا احطها، بس بدخل منها جزء صغير جوه عند الدايره، يعني ربع كده الدايره الصغيره بدخلها جوه بالشكل دوت كده. بس ما بتبقى كده هبتدي ان انا اقصها بعد كده. قصتها بقت بالشكل دوت، بقى وش ميكي. هبتدي ان انا اطبعه واقص تاني واطبعه واقص تاني بالشكل دوت. انا هنا كده عامله البطايق، انا عاملاه عاوزاهم 5 غير الوش اللي فوق، يبقى السادس معايا. لو انت ما بتعرفيش ترسمي هنا هطبعها على الفوم، لو انت ما بتعرفيش ترسمي شفيها من على اي تيشرت عندك او من على اي ملاية سرير، او نزلها من على الكمبيوتر وخدها من على الكمبيوتر من على من او شفيها من على الكمبيوتر، او نزلها على الموبايل وروح اطبعيها على الكمبيوتر في اي مكتبه، هتطلع لك ورقه تبقى معاكي كده الباترون بتاعك. انا هنا كده لما عملتها بالطريقه دي بسيطه جدا وسهله، باللي هي بغطا غطا اي برطمان عندك او اي علبه عندك، وغطا تاني يكون اصغر منه، وبالشكل دوت احنا عملناها مع بعض. هنا بطبعها كده، هبتدي انا طبعت واحده وهطبع التانيه بالشكل دوت. طبعا فينا جزء بسيط خالص من الودن بتاعت الميكي اهوت، انا هعلمكم ازاي تعملوه دلوقتي مع بعض. انا هنا هسيب دوت وانا هشتغل في واحده والتانيه هعملها، بس يعني هعملهم الاثنين مع بعض، بس انا هوريكم واحده عشان وقت الفيديو. هبتدي هنا كده ان انا احط الشمع. اللي اول مره يشوفنا ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا مننا اشعارات بكل جديد، وما تنسوناش بقى في اللايك والكومنتات الحلوه اللي بتحفزني ان انا اقدم لكم دايما كل جديد. هنا كده بجيب قطعه من نفس الفخ اللي انا قصه منه زي ما انتم شايفين كده، باخد قطعه صغيره هبتدي كده ان انا اشيل اللزق بتاعها واقوم حطاها جنب الودن كده بالظبط، بلصقها قوي وبضغط عليها بتبقى بالشكل ده. ومن ورا هنا كده هبتدي ان انا اقص معاك بالمقص بالشكل دوت، هتلاقي ان هي اهي مش باين فيها اصلا ان هي موصوله خالص زي ما انتوا شايفين. هنا كده بشيل الزوايد اللي بره. الفكره دي انا كده عاملاهم كده بطاقات، بس انا عامله 2 وحطاهم جنب بعض، بس هي المدرسه بقى براحتها، حابه تحط واحده من عند السبوره من الجنب ده او من الجنب ده، او واحده في اول الفصل، او الاثنين جنب بعض زي ما هي حابه. هي المدرسه هنا تعملهم لأسماء الإشارة، هي حباية الحساب للعربي للإنجليزي، أي مادة وأي كلمات أنت عاوز تحط فيها تتحط في البطايق دي. هنا كده هبتدي إن أنا أرسم بالشكل دوت الفيونكة. الفيونكة بتاعتنا هنا أنا هعملها بالشكل دوت كده، بحط الدايرة وببتدي أخد كده على قد الودن كده، برفع لفوق زي ما أنتوا شايفين، طريقة سهلة قوي. ومن هنا كده ابتدي بقى ان انا انزل كده بالرسمه بتاعتي بالشكل دوت كده. بعد ما انزل كده بالرسمه بتاعتي هبتدي ان انا اتنيها بالشكل دوت كده واقصها، تبقى معانا الفيونكه بالشكل ده. رسمت كده الفيونكه، بعد ما رسمتها هجيب هنا فخ فوم احمر وهبتدي كده ان انا اطبع عليه الفيونكه. لو عندك بواقي فوم هتبقى برضو حلوه قوي في الفكره دي، استغليها واعملي الفيونكه منها بالشكل ده. هطبع كده الفيونكه انا هعمل 2 عشان انا عامله شكلين، عاملاهم 2 لان المدرسه هنا عاوزه فكر 2. واقصهم بالشكل ده، قصتها بقى هو دوت كده شكلها. هبتدي ان انا الزقها بقى، بحط هنا حبه شمع صغيرين كده
وابتدي كده ان انا اثبتها، بس بخلي الودن تكون باينه من تحت الفيونكه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وضحت اكتر المره دي، اه خليت ودن السودة باينه، وبالطريقه دي من الجنبين تكون قد بعض. هلزق التانية برضو بنفس الطريقه، وهنا هبتدي ان انا اجيب اعمل العينتين بتوعها على ورقه بيضه من الفوم او اي ورقه على الكراسه عندك بيضه بالشكل دوت. كده بقص منظر العينين وهبتدي كده ان انا اقصهم بالشكل دوت. كده قصيت العيون بتاعت الكيتي بتاعت قصدي اسفه ميكي زيزي قصدي. بعد كده هحط عليها اللزق بالشكل دوت وابتدي ان انا احطها، بس انا حطاهم كده جايين بدوران زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بعد كده هنا برضو بالاسود بنفس الطريقة، عاملة النني من جوه بس عاملاه طويل شوية بالشكل دوت كده زي ما انت شايفة كده باللون الاسود. هعمل برضو العين التانية بنفس الطريقة، بحط شمع قليل طبعا عشان ما يبلطش ولا يبان خالص. هنا بالقلم الاسود هبتدي كده ان انا احدد كده على الفيونكة المنظر بتاعها. هنا كده بتاع ربطة الفيونكة عاوزة بالاسود الفرماستر مش هيبوظ، او بالاسود الجاف هيبقى كويس برضو، بس انا هنا بحب اشتغل بالرصاص لان بيديني نفس الايحاء وما بيحصلوش اي حاجة بصراحة. هبتدي كده ان انا احدده، هنا دي اجت مش مظبوطة هديتها كده وابتدي ان انا اظبطها شوية لفوق كده بالشكل ده. كده بقى باين معايا المنظر اهوت. هنا كده هبتدي ان انا اقص على الفوم الاحمر الفم بالشكل دوت كده، وابتدي ان انا الزقه. بعد كده عشان اعمل هنا الانف، الانف انا عملتها باللون الاصفر عشان نعكس الالوان بس، لان لو بالاحمر او بالاسود طبعا مش هتبان، فحبيت ان انا اعكس الالوان وخليتها كده ان هي يكون فيها بهجة شوية عشان الاطفال. هنا كده ابتدي ان احدد حوالين العين بالشكل دوت دايرة، وهنا برضو هعمل التانية بنفس الطريقة. بقى هي دي كده الفكرة. هنا هجيب البطاية اللي انا قصتها في الاول، وهجيب شريط ستان يكون عندي، وهبتدي هنا كده او اي شريط عندك ينفع للفكرة دي، وهبتدي ان انا اقلبهم كده بنفس الطريقة، وهبتدي ان انا اظبط المسافات ما بين بعض. هحط هنا في اول واحدة واثبتها بالشكل ده، وهبتدي كده ان انا احط في النص واثبت الشريط، وما بين كل واحدة والتانية هبتدي كده ان انا اثبت الشريط الستان بالشكل ده. هثبتهم كلهم بنفس الطريقة. لغاية ما اخلص الخمس اشكال، اخلص الخمس وشوش الميكي بنفس الطريقة، واهم حاجة المسافة تكون مظبطة ما بين بعض والتاني بنفس المسافة بالظبط. هخلصهم بنفس الشكل ده وفوق خالص هيبقى شكل ميكي. طبعا هو مش هيبان دلوقتي الا لما اعلقهم لكم وهبينها لكم. وانا برضو كده خلصت الفكرة التانية برضو عشان يبقوا هما الاتنين مع بعض بنفس الشكل. هنا كده باجي في الطرف وابتدي كده ان انا احرق الطرف عشان ما ينسلش معايا. اقطع كده طرف الستان بالولاعة كده عشان ما ينسلش معايا بالشكل ده. هقلبه كده هيبقى هو دوت كده المنظر بتاعها زي ما انتوا شايفين. هنا كده هعمل علقة طبعا ليها، هبتدي هنا اجيب شريط ستان اي شريط ستان عندك. انا هنا عندي قطعة بيضة هبتدي ان انا احطها كده واضغط عليها بالمقص عشان ما تقطعش بس. وهبتدي بعد كده هنا ان انا اجيب ورقة واحطها كده عشان زيادة تأكيد. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش اللايك وتقولوا رأيكم في التعليقات او الكومنتات اللي بتحفزني دايما ان انا اقدم كل جديد. اتمنى ان فكرة النهاردة تكون عجبتكم، فكرة بسيطة وسهلة واي حد يقدر يعملها ان شاء الله. اتمنى الفكرة تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.